في يوم 25/10/2022 استيقظ الشعب الفلسطيني بالكامل على استهداف أهلنا في نابلس. استفاقت فلسطين والنبي صالح على استهداف أهلنا في حي الياسمين وفي نابلس البلد القديمة لاستهداف مجموعة من المقاومين. والنبي صالح كعادتها هذه البلد ذات العدد القليل المستهدف الذي سطر اسمه في حدود الوطن بأسماء الشهداء. في العشرات السنين الأخيرة منذ عام 2000 حتى اليوم أصيب في النبي صالح ما يزيد عن 500 شاب واعتقل العشرات واستهدفت البيوت. في تلك الليلة مع اقترابهم تم إطلاق الرصاص في الأول ولم يوجه لا أي وسائل كما يدعوا إنها سلمية سواء رصاص بطاطي أو إطلاق غاز أو قنابل صوت لردعهم. تم إطلاق النار لأنه قصي كان في البداية هو الأقرب على البوابة العسكرية من الجهة المقابلة للبلد. تم إطلاق نوعان من الرصاص. النوع الأول نوعية رصاص اخترقت من صدره وخرجت من الظهر، ونوعية تم استهدافه برصاص دمدم متفجر. حسب التقارير الطبية التي حصلنا عليها وحصول الصور التي حصلنا من مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وبعد ما أخضعناها لجهات وأخصائيين ثبت لنا بأنه تم إصابته برصاص دمدم، تم إلحاق الأذى وتفجير الجسم بالكامل. في لحظة تلقي الخبر كانت الساعة ما يقارب الساعة 1 في منتصف الليل. كنت في الإشي الطبيعي إني أنا شبه نائم فيه. كانت زوجتي تتبع حركة الإخوان الشباب، كل من ذهبوا وهم لم يتعدوا 7-8 أشخاص للاحتجاج بالقرب من البرج العسكري، كانت تنظر من نافذة شباك البيت أو من الشباك. فترة ما استشهد كان كثير 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 حلو، كثير، مش عشانه ابني ولا عشانه استشهد، جد قمر، قطعة قمر، أطلع عليه بدي أصوره، كثير 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 منور، أطلع عليه بحزن كأني بودع فيه إشي زي هيك. هو طبيعته الله يرحمه ما كان يحب التصوير ولا حدا يلقط له صور هيك ولا هيك. أحط الكاميرا عليه وأبطل أكل خليه يتعشى، وبعدين طلع تحمم، كان فرحان بشكل مش طبيعي. حكالي طولي الجربات، روحت على الحمام وطلعت وله طالع، جيت أركض وراه أشوفهم حتى ترك الباب مفتوح، وصار قلبي يغمى فيه. خلص في إحساس داخلي غريب عجيب، يعني عمري ما حسيت فيه، وصرت أحاول أنام أقوم. بعدين صحيت على بنتي كانت تعيط، يا أحداث نابلس كانت. فتحت الشباك، هذا هين هو كان يضل قاعد على المرجيحة وعلى الشباك، هون طلت نظور إله وصرت أطلع، ولا هو أخرى مجموعة يعني ما شفت شو لبس لما طلع أصلاً، حاطط الثيم على حاله وواقفين، يعني كيف وقف التضامن يعني هيك، لا ضرب ولا مواجهات ولا إشي، يعني تضامن مع أهلنا وناسنا وقريبنا وحالنا في نابلس. بس كل جسمي رج، بعدين ضرب رصاص وقع النظور من ايدي. بحكي ماهر، بتحكي مرته لا ماهر هيوتو بركض. قلت لها قصاي، طلعت على تخته له ما هوش قصاي، وخلص يعني حين وصل الخبر لحاله بالتدريج انه قصاي اللي اتصاب. ما بتطلع علينا بس بحكي كنت قاعدة على تليفوني بحكي مكالمة مع صاحبتي، فبحكي لها انه بدي اسكر لانه في على التليجرام قاعد بوصل باشعارات اخبار. فانا فتحت على التليجرام بتفرج، كانوا مفجرين وقتها السياره اللي فيها الشباب، فانا بتطلع صرت اعيط انه خلص امي صحيت على صوتي وانا اعيط. بتحكي لي ايش في، بحكي لها انه ما تفتحي تليفونك لانه الوضع بنابلس بالمره قاعدين بيعملوا بمجزره، وبتحكي لي انه يندار انه الله يرحمهم وهيك. فبعدها انا رجعت على غرفتي ماسك تليفوني، في مجموعه للبلد هون فبيحكوا في شاب تصاوب،
كنا جاري احنا على الشباك اللي بيطل على البرج من دورنا، صوت اخوي الكبير بصرخ، فامي قامت على غرفة اخوتي صارت تحكي ماهر بصرخ وهشام نايم قصي اللي تصوب، انا الرصاصة بكلبي، فانا احكي لها انه يما خلص لا تحكيش. صعبة والله صعبة، بس الله يا ربي يصبرنا، كثير صعبة. يعني الأكلات اللي بحبها لليوم لحد الآن لما أعملها بعيط وأنا أعمل فيها، لما بحب ورك العنب كثير والكبة بحبها والملفوف الأشياء هاي المحاج، يعني رايحة في كده فعلا. يعني الله يرحمه ويصبرنا ويتقبله مع الشهداء والصديقين يا رب. وقصي الله يرحمه ما كان يغلب، بس كان يحب يتسحر مع صحابه صراحة. يعني أغلب سحراته مش كانت في الدار، يعني قليل يجي، وهو كان يغلب في سحراته كان يغلب، بس أغلب سحراته كانت برا مش في الدار. كان ما يحب العزايم، ما يحبهاش، لا يحب ينعزم ولا يعزم، كيف بتوتر من الناس الكثار، بقى مغلبني كثير فيها، وظل أقنع في عادي يا ماما لا أنا ما بحب أقعد مع الناس كثير وهيك، يعني هذا الأزود إشي بقى يقلبني فيه. لما ما يلاقي أكل بحبها ما بأكل، خلاص بصير يحكي إنه صح أنتم ما عملتوا الأكل اللي ما بدي إياها ما بديش أكل. لا أمي أصلاً بتروح تسأل قصاي، كانت تروح تسأل قصي بعدين تيجي تسألنا شو بدكم تاكل، وعادي لو شو ما حكينا خلص المهم قصي يكون، لأنه خلص قصي بده ياكل هاي الأكلة بدنا نعمل هاي الأكلة، لأنه مش يعني مش كل شي بحب. ما كان يرضى نعمل سمك، يعني في كثير أشياء خلص أمي كانت حصرتها إنه ما بدنا نعملها بهذا اليوم لأنه قصي موجود. أيام شغله كان يروق، أنا كنت أشتغل فترتها برام الله، كان خلص يخلص شغله قبل بساعة بس يضل برام الله يستناني، ما يحب يروح بدوني، خلاص نروح يروح معي، ندخل على الدار مع بعض. عندما تبنى أسرة في البداية من أب وأم ويبنى بيت وتبنى خصوصية، تبدأ تبنى هذه الحياة بكل مولود يكبر، تبنى احتياجاته حتى اكتملت الأسرة عندنا من أب وأم وثلاث إخوان وأخوات اثنتين. كان كل يوم نذهب فيه سواء حتى في رمضان من السحور للصلاة للإفطار، كان لكل شخص في هذه العائلة هو ديباجية خاصة ابوه او متطلبات يسعى إلها. قصي بالذات كان هو يميل في ساعات الإفطار أن يصل للبيت متأخر لسبب واحد، هو لأنهم كانوا على قناعة أنه يجب أن يكونون قريبين من نقاط أي نقطة احتكاك، بالذات في السنة الأخيرة
بعد ما أنهى التوجيه وكان تردد في الذهاب للجامعة حتى يقوم بالدور اللي مطلوب منه. كان يوصل إما أن نكون قد أنهينا الإفطار أو في بدايته، كان اللي عنده نوع من الذهب عن هنا إنه الأكل القليل بشكل والانتقال يعني للشارع اللي يكون قريب من زملائه بحكم الواقع اللي موجود في النبي صالح. صلاة التراويح، صلاة السحور كان عند هذا الجيل في النبي صالح ولا اليوم وسيكمل إخوانه وزملائه معه من هنا، هي في العادة يكون تناولهم للسحور بشكل جماعي في منطقة قريبة، إما تكون في منطقة الجبل أو في منطقة موازية للشارع الرئيسي، لأنه عندهم اعتقاد أنه سيكون الاحتلال إما في النبي صالح أو يكون في القرى المجاورة، كما حصل يعني في اليوم اللي استشهد فيه الشهيدين جواد وظافر الرماوي وكل الشهداء من هنا، فبشعروا أنه هذا نوع من الأمان أكثر من تواجدهم. في الصلاة هو يذهب كل يوم يعني من هنا بعد صلاة العشاء، يكون كل أهل القرية متواجدين في الجامعة، قصي هو أسوة من كل هذا الجيل بيكون متواجد لأنه بيعتبر أنه العبادة هي جزء من المشروع اللي لازم يكون فيه. هسا أنا بشتغل بسوبر ماركت هون في البلد، فكنت خلص برمضان أسكر موعد الفطور وأجي أفطر وأرجع أنزل أفتح، فخلص ما كان يرضوا إنه يخلوني أنزل لحالي وعتمت الدنيا، فكان يا أخوي هشام ينزلوا معي. هسا قصي كان مرات يضل سهران مع الشباب للصبح، فقليل قليل في أيام رمضان إنه كان يغلبنا تنصحينا، فكنت كل ما أروح أصحي يبهدلنا انه طب خلص خلوني نايم انا بوكل بعدين، لا انت بدك تاكل معنا، وما بعدين يصحى ياكل وخلص. عندنا في العيله هون في العماره عشان دور عمامي انه خلص بخلصوا فطور بيطلعوا على البير برا او بينزلوا على دار عمي، هيك بيلتموا اولاد العمام. فرمضان هذا انه يطلعوا بدون قصاي. أنا كوالد كل يوم في كل احتياج، سواء لما أصحى الصبح بيكون مرتبط بحادث معه، إنه كان يكون هو راجع من برا محضر إلي شاي، محضر إشي من هنا قبل خروجنا، على الأكل، على الغداء، على العشاء، في الصلاة، في صلاة يوم الجمعة، في الإفطار من هنا، هو أنت بتصلي لدرجة إنك أنت أفقدت مكون رئيسي من المكونات. مع عزية كل من بكى فأنت لا تجدي في حياتك إلا النظر من نافذة النقص اللي بيكون فيها هذا الشخص اللي فقدته. ولكن الكبرياء الوحيد اللي بيصبرنا إنه هم أول بداية، هم شهداء لرب عند رب العالمين.